بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل حلقة حقيقة قناة السر الأعظم وقنوات التنبؤ بالأرقام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن حقيقة قنوات التنبؤ بالأرقام، وخاصة قناة السر الأعظم. ثالثا، أخطاؤه في نطق القرآن وكلماته وحروفه، ومن لا يدرك المبنى لا يدرك المعنى. الخطأ في نطق القرآن الكريم. في حلقة من منكم الأسرع لتلقي البشرى، حلقة عنوانها كده، حلقة من حلقاته عنوانها كده، من منكم الأسرع لتلقي البشرى، وهو يستشهد بالآية الكريمة، وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصر. هو نطقها إلا واحدة، وده يعاب على من تربى على القرآن أو يزعم أنه عنده علم بالقرآن. لا، أنت مش واخد بالك من المبنى، هتاخد بالك من المعنى. المهم، وخطأه أيضا في الحروف. في الحلقة التي بعنوان الأيام في القرآن، قال تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. وده خطأ، الواو دي زيادة، والصواب إيه؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيش حرف الواو اللي هو حطها في الأول دي، أو ده خطأ في الحروف، يزود حروف ينقص حروف. ده الأدهى من كده، خطأ في كل كلمات الآية، يقلبها رأسا على عقب، هتشوف الآن. وإيه؟ ومش خطأ في قولها فقط، لا، ويجعلها عنوان بنفس الخطأ اللي هو أخطأ فيه، يعني حتى لا يكلف نفسه بالعودة إلى كتاب الله ليراجع نفسه عشان يستوسق مثلا من الآية، لا أبدا. الخطأ في الكلمات في الحلقة بعنوان أنا لست إمامكم، طبعا ولا إمامنا ولا إمام أي حد. إمام إيه؟ إمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، اللي أنت ما بتذكروش كتير في كلامك، صلى الله عليه وسلم. في الحلقة اللي بعنوان أنا لست إمامكم، بيقول إيه؟ أنا هذكر اللي هقوله بالكلمة. يقول: قال تعالى: كرهوا ما أسخط الله واتبعوا رضوانه. ده وهو بيأتي في الآيات دي بيستدل على إن اسمه مذكور في القرآن، هنأتي لده. كان بيسوق الآيات دي بيستدل على إن اسمه هو رضا، مذكور في الإيه؟ في القرآن. فبيقول إيه؟ قال تعالى: كرهوا ما سخط الله واتبعوا رضوانه. كده كرهوا ما سخط الله واتبعوا رضوانه، هو بيسوق دي على إنها آية ذكرها بلسانه وكتبها على العنوان بنفس الخطأ. طبعا ما فيش كده، هنشوف. وفي آية أخرى، هو اللي بيقول كده، وفي آية أخرى يقول، يعني يقول الله: كرهوا رضوان الله واتبعوا ما أسخط الله. برضو ما فيش كده، يبقى شوف، هو ذكر على إنهم آيتين والاثنين خطأ، كلمتها كلها متلخبطة. أمال الصواب إيه؟ الصواب قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، ده الصواب. لكن شفت هو قرأها إزاي؟ لخبطة خالص، مفيش كده، مفيش باللي هو قاله ده نهائي، وقالها وكتبها، وكان بيقولها ويكتبها على إنه بيستدل آيات الرضوان أو الآيات اللي فيها كلمة رضا إن اسمه مذكور في الإيه؟ في القرآن. فشاء الله أن يجعله يتعسر ليشير الله لكل الناس إن لا، ده مش صادق، مش هو ده الكلام المعهود والمطلوب أبدا، مفيش كده. طيب،
ولا حتى في كلمة اللي هو ذكرها اللي هو إيه؟ واتبعوا رضوانه، دي مش موجود أبدا. كلمة واتبعوا رضوانه موجود إيه؟ موجود واتبعوا رضوان الله. لما رب العالمين بيقول في آل عمران إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. واتبعوا رضوان الله، هي دي اللي مذكورة. لكن انت اخطأت بتقول ايه كرهوا ما سخط الله واتبعوا رضوانه، لخبطت الآية خالص خالص. من لا يدرك المبنى لا يدرك المعنى. يا من تقول عندي علم لدني، اللي عنده علم لدني مش بيفتخر بيه كده ويشيعه كده وينشره على المشاع؟ لا يا أخي، ده كان الواحد منهم يستر خلوته كما يستر عورته، تعامله مع الله مش يتيه ويدي على الناس ويعمل الكلام اللي انت بتعمله ده كله. نسأل الله الهداية لنا ولك، اللهم أمين يا رب. وفي حلقة أخرى ذكرها بعنوان علاج الضعف الجنسي، العنوان كده ونقط مش هذكرها، ذكر كلمة كده أنا ما أعرفش أذكرها هنا، ونقط أخرى برضو ما أعرفش أذكرها، كلمتين بعد كلمة علاج الضعف الجنسي ممكن يذكروا لكن أنا ما أعرفش أذكرهم هنا والله والله، حفاظا على مشاعر اللي بيسمعوني فيهم سيدات وبنات وأولاد وما شابه ذلك، والله أستحي من ذكرهم في هذه القناة. هو ذكرها وكتبها وكان بيضحك وهو بيشرح، وزاد على كده إيه؟ أنه ذكر بدعة الاستفتاح بالقرآن. الاستفتاح إزاي؟ كانت بدعة قديما بيعملوها. بيقول إيه وبعدين أوضح لك؟ بيقول إنك أنت ممكن تطلب من ربنا شيء فهو ربنا يجاوبك على طول. إزاي يا سيدي؟ يقول تقوم تصلي ركعتين، طبعا الأولى من ده كان يذكر صلاة الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، لكن هو بيقول شيء تاني خالص. بيقول إيه؟ تقوم تصلي ركعتين، وبعدين بعد ما تصلي ركعتين وانت ساجد تطلب من الله اللي انت عايزه، تسأل ربنا اللي انت عايزه كله، وبعدين تسلم، وبعدين تقرأ الفاتحة. شوفش خد بالك، ما وتقرأ الفاتحة، وبعد ما تقرأ الفاتحة تمسك المصحف وهو بيقول كده تقلبه بين يديك، بيعمل كده تقلبه بين يديك كده، يعني كده كده كده، وتأتي على صفحة كده بالمصادفة وتقرأ اللي في اليمين كله وتقرأ اللي في اليسار كله، هتجد ربنا بيجاوبك بالضبط على اللي انت سألته. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ لو كان هذا صوابا لعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال يا عمي ما ده شيء، لا ده تطير، ده تطير، زي بالضبط اللي كانوا بيقذفوا الحجر والنبي نهى عن كده، فإذا طارت الطيور يمينا استبشر ومضى ليومه، وإذا طارت يسارا تشاءم ورجع إلى البيت ولم يخرج. تشاؤم اسمه التطير، ونهى النبي عن الطيرة، وده كانوا بيسموه استفتاح بالقرآن قديما. ذكر الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين أن الوليد بن يزيد تفاءل يوما بالمصحف، تفاءل يوما بالإيه؟ بالمصحف، فاستفتح. يعني إيه استفتح؟ يعني راح فاتح كده وقرأ الآية اللي عينه يأتي عليها يستبشر يعني، فاستفتح فخرج له قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ده كان خليفة، الوليد بن يزيد ده كان خليفة. فخرج له قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فغضب ومزق المصحف وأنشأ يقول إذا ما جئت ربك في يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. تخيل، قطع المصحف وبيقول للمصحف لما تروح لربنا يوم القيامة قل له إن أنا مزقتك. شو بيقول إيه؟ وإذا جئت ربك في يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. شوف نتيجة الاستفتاح اللي انت بتعمله ايه، نتيجة التطير والتفاؤل والتشاؤم بكتاب الله بما لم ينزله الله
ولم يشرع أصلا في ديننا، بتعلم الناس إيه؟ أنت بتعلم الناس إيه؟ أنت بتعلم الناس الخطأ كله. أنت كل ما استقر في ذهنك هي بقايا لملمات من الأشياء المرفوضة هنا وهناك، وبتبدأ تعيد تدويرها تاني وتنشرها على الناس. أنا آسف يعني بجهل بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم مش نازل عشان نحسب الحزب ده كم آية ودي كم آية، ولما عدوا وراك وجدوا خطأ. صاحبنا التاني اللي بيقول إن الرقم 19 في كأو رقم 19 شيء جميل وإشارة جميلة جدا، ويعني المهندس عبد الدايم الكحيل قال في كلام جميل، بس كلام إيه؟ مستند للقرآن، ولم يشتط في التنبؤات، لكن مجرد لطائف وإشارات جميلة أنت تطمئن وتستريح وأنت بتسمعها وتكون سعيد. لكن إن أنا أشتط وأتنبأ إن بالرقم هيحصل وهيحصل ويحصل، وتدخلوا الكذب في طيات الكلام إزاي؟ يعني مثلا يقول لك أول آيات نزلت من القرآن اللي هي في سورة العلق عددها 19، ويتبين انهم كلامهم مش صح. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. عد معايا كده، عد معايا شوفهم، لو 19 يبقى هم صادقين، لو غير 19 يبقى هم جانبهم الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ كده 10، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. 20 كده، يبقى هي مش 19، يبقى انتوا بتلوا دراع الايه العدد الكلمات عشان يوصل 19، وهو مش 19 هو 20. هم اعتبروا ايه عشان نخلوها 19؟ اعتبروا ان اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هم اعتبروا ما لم دي كلمة واحدة عشان يلو دراع النص ويخلوا 19 مش كلمة. ما دي اسم، اسم موصول بمعنى الذي، ولم دي حرف نفي وجزم، حرف نفي وجزم وقلب كمان لو عايز تعرف. الله، يعني دول كلمتين. أيوة كلمتين. ارجع كده لابن مالك في الألفية بيقول ايه: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يعني الكلم مكون من ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. يبقى اذا الحرف ده كلم والاسم ده كلم، يعني ما اسم كلمة لوحدها ولم حرف كلمة لوحدها، يبقى هم 20 كلمة مش 19 كلمة يا أستاذ. وطبعا لو في ناس محترمين انخدعوا بهذا الكلام وانساقوا وراءهم، فاحترامنا كله للمحترمين الذين لم يقصدوا، لكن الذين لووا ذراع الآيات عشان يجعلوا العشرين كلمة 19 عشان يخدموا رغبة الرقم 19، هؤلاء نسأل الله عز وجل أن يهديهم. المهم، فهذا ما إيه؟ ما يعلمه للناس من التخمين في القرآن والتطير وهذه الأشياء. نسأل الله العفو والعافية، ونقف عند هذا الحد، وللحديث بقية في حلقة أخرى إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.